نعم السائل الكريم الله المستعان يذكر أحسن الله إليكم بأنه جاء في للعمرة والزيارة نعم وتعرف يقول في حملتي على امرأة ثيب يقول زوجتها نفسي بدون حضور أحد مع أن أولياءها في بلدنا كذا نعم بدون حضور أحد مع أن أولياءها في بلد كذا ولا شهود ولا عقد مكتوب يقول ولنا 5 أيام يا شيخ متزوجين وزرنا الروضة الشريفة وأشهدنا على زواجنا الرسول وأبو بكر وعمر ونشهدكم يا شيخ في هذا الدرس أن تشهدوا على زواجنا وأشهدك وأشهد الله أنك زان أنت وإياها اتق الله في نفسك وابتعد عن هذه المرأة التي تعرفت عليها صداقة وعقدت عليها بنفسك دون ولي ولا شاهد عدل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل فلا يجوز لك أن تتزوجها بل ولا أن تخاطبها بل ولا أن تتعرف عليها بل ولا أن تخلو بها بل ولا أن تكلمها إلا بحضور محرمها حرام عليك أنت جاي العمرة ولا جاي تزني هنا في بيت الله في المدينة ومكة جئت لتزني نعم اسمح لي بهذا الكلام اعتبره كلاما قاسيا لكن إن كنت جاهلا فأسأل الله أن يعفو عنا وعنك إن كنت جاهلا بالأمر فتب إلى الله وابتعد عن هذه المرأة واعلم أنها والله ليست زوجة لك بل هي صديقة مثل صداقة الغرب والكفار للنساء لا أكثر ولا أقل فاتق الله اتق الله اتق الله اتق الله ابتعد عن هذه المرأة عملك معها زنا فإن كنت ثيبا وجب إقامة الرجم عليك وإن كنت بكرا ترجم تجلد 100 جلدة أنت وهي وهي إن كانت ثيبا وجب رجمها وإن كانت بكرا تجلد 100 جلدة وتغرب عن بلدها عاما كاملا أنت وهي فاتق الله سبحانه وتعالى اسمح لي والله أنا قد أكون يعني قسوت عليك بالكلام لكن أنا أقول لك الحكم الشرعي في عملك هذا الرسول لا يشهد على هذا المنكر الرسول لا يشهد على الزنا ولا أبو بكر ولا عمر لا يشهدان على الزنا اتق الله في نفسك ابتعد عنها من الآن فارقها أعوذ بالله يا أخي نسأل الله أن يهديك لطاعته وأن يقلم في قلبك التوبة الصادقة والتوبة لها شروط انتبه أولها الإقلاع من الذنب أنت زان فتوب إلى الله من هذا الزنا وثانيا ماذا؟ ندم العزم على عدم العودة لا تعود إليه مرة أخرى وثالثا الندم على ما بدر منك والتوبة عن كونك تشهد الرسول أو تشهد أبو بكر وعمر على هذا الزنا فاتق الله سبحانه وتعالى وابتعد عن هذا العمل المنكر اجعلها مع النساء أو مع الناس المحارم الذين جاءوا معها هي أصلا كونها جاءت بدون محرم هي آثمة آثمة كونها تأتي إلى العمرة بدون محرم هي آثمة بهذا فاتق الله يا عبد الله إذا صليت العشاء توب إلى الله توبة نصوحة واغتسل وابتعد عنها فإن كنت جاهلا فنسأل الله أن يعفو عنك وإن كنت متعمدا فأسأل الله أن يتوب علينا وعليك فاتق الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما يذكر في بعض المذاهب من أن الثيب أحق بنفسها بدون ولي هذا لا يقصد به في النكاح هذا في الاستشارة أنه لا بد أن توافق هي على الزواج أحق بنفسها بأنها ماذا تستشار وتستأمر وتأخذ موافقتها يعني لا تجبر على ماذا الزواج على الزواج وحتى البكر القول الراجح أنها
لا تجبر على الزواج من أحد، أما هي فلا يحل أن تنكح أو تنكح إلا بولي وشاهدي عدل، وأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، والعياذ بالله. نسأل الله أن يهديها. السلام عليكم ورحمة الله.